انا عارف انه هذا موضوع طويل وانت لمست يعني شيء يعني احنا يمكن في امامنا ثلاث دقائق أيوة. اذا عاوز تلم الموضوع يعني ايه الرساله اللي عاوز توصلها لاخوتنا واخواتنا المشاهدين يا. رح اقرا اي واحد بيقول يا لعمقي ومع انه بعد ما يعني بعدنا باول موضوع اذا التقينا مرتين ربما يا مثل ما حكيت موضوع بقول يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء استقصاء, استقصاء. بقول بالإنجليزي معناتها untraceable لا يمكنك تتبعها فإذا السماء ما نعرفه هو نقطة في محيط السماء والأبدية قصد أن تكون لنا مفاجأة وسلسلة مفاجآت في علاقة وكانوا عم بيقول أنا أحببتكم خلقتكم فديتكم أعطيتكم من خلال المسيح حياة أبدية عيشوا لي وطيعوني في هذه الحياة واتركوا الأبدية لي أنا بعرف كيف أكرم يعني. الذين يكرمونني وهذا بيخدنا للفقرة للش... الأولى اللي تكلمت فيها في الحلقة أنه كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا ممكن يعني ولو في دقيقة يعني الشخص اللي بيسمعنا لاول مره كيف ممكن يحصل على هاي الحياه الحلوه الحياه الابديه اللي ذكرتها رساله الخلاص بموجب العهد الجديد هي مختلفه عن كل تفكير ديني في هذا العالم م. كل الاديان تجتمع على بالاخر نوع من من التفكير كن كويس اعمالك الصالحه اكثر شوي من السيئه واتكل على رحمه ربنا م. هذا لا وجود له في الكتاب لأنه يقول أنه ليس بار ليس ولا واحد الجميع أخطأوا أموات لا نستطيع أن نرضي الله ولكن الله يستطيع واستطاع أن هو يفتدينا لسنا نحن من نقدم أضاحي لله لكن هو الذي ضحى بابنه بموته على الصليب إن آمنا به بتوبة وإيمان وتسليم لنا خلاص حياة أبدية إن لم نؤمن به نحن رفضنا مخلصنا الوحيد لأنه جاء من السماء وتجسد وعاش بيننا ومات ودفن وقام وقام هذه حقيقه القيامه هي اقوى زلزال في وجه كل أديان وفلسفات العالم مم. قام المسيح وهو حي والذي قام وصعد الى السماء يستطيع ان يقيمني ويخلصني ويعطيني حياه اوليه أمين. امين شكرا كثير كسيس نيكولا شكرا خير. يعني مثل ما الكتاب بعلمنا اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم امين هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان وقت خلاص واحنا نشكر الله انه كانت المبادره منه كل ما عليك انك تيجي تيجي لعند الرب هو اكمل عمل الفداء لكن كل ما عليك انك تصرخ من قلبك أمين يا رب. قل له ارحمني انا الخاطئ انا بدعوك يا رب تكون مخلص وسيد وملك على حياتي اذا بتحب اي مساعده روحيه تواصل معنا